طاب يومكم. موضوع اليوم قراءة اللغة العربية للصف الرابع الأساسي، الجزء الأول، الدرس 47، الأشكال. الأشكال: مربع، مثلث، مستطيل، دائرة. مربع، مثلث، مستطيل، دائرة. مربع، مثلث، مستطيل، دائرة. خلاصة الموضوع: اليوم تعلمنا أسماء الأشكال: مربع، مثلث، مستطيل، دائرة. مربع، مثلث، مستطيل، دائرة. مرة أخرى: مربع، مثلث، مستطيل، دائرة. إلى اللقاء حتى الدرس القادم.